لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله وبتوفيقه اليوم الاثنين الموافق 15/20/20 تم استلام سيارة لحوم سكوك المضاحي محملة بأربعة أطنان الدفعة الرابعة عشر، وبالتالي يكون إجمال ما تسلمته المديرية من بداية المشروع لحتى الآن 50 طن لحوم قامت المديرية بتوزيعها على جميع الفروعات المنتجة والأشد فقرا على مستوى محافظة الفيوم، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم الاثنين الموافق 15/20/20 وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة 4 طن من لحوم سكوك الأضاحي، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم سكوك الأضاحي 50 طنا يتم توزيعها حسب توجيهات معالي السيد الدكتور الوزير على الأسر الأولى بالرعاية، وكل عام وأنتم بخير. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، سلمت اليوم الاثنين الموافق 15 مديرية أوقاف القاهرة 3 أطنان من لحوم سكوك الأضاحي لتوزيعها على الإدارات الفرعية، حيث تقوم الإدارات الفرعية بتوزيعها على المستحقين، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف وإلى جميع العاملين بهذا المشروع، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تم بحمد الله وتوفيقه اليوم وصول الدفعة 5 من لحوم سكوك الأضاحي بحمولة قدرها 2 طن، وهذه الدفعة 5 ليكون إجمالي ما تم وصوله لمديرية أوقاف الوادي الجديد 10 طن من لحوم سكوك الأضاحي، وذلك لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية. ونحن في هذا المكان مديرية أوقاف الوادي الجديد وجميع العاملين بها يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف راعي هذا المشروع، ونشكر كل القائمين على هذا المشروع، وكل عام وأنتم بخير.